اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج يلا ميكس. جالنا سؤال على الفيسبوك بعد الحلقه اللي فاتت بيقول ازاي نتغلب على افكارنا الزياده، ازاي نخرج من افكار دايما بتخلينا نحس بحاله حزن او ياس او كآبه قلب. اعتقد ده كمان سؤال عند كتير قوي من الشباب اللي حوالينا دلوقتي وسط كل ظروف الحياه الصعبه اللي احنا بنعدي فيها، يمكن من غلا او مشاكل في شغلي او مرض او حتى ارتباط متاخر. ازاي وسط ظروف الحياه الصعبه دي اقدر اوقف نفسي عن التفكير؟ يعني بصراحة غصب عني بقعد أفكر والأفكار بتضايقني جدا، ومرات بحس إني بلف في دواير ومش في الآخر مش بوصل لأي حاجة خالص، ومع ذلك برجع أعيد نفس دوائر التفكير من الأول وجديد. مرات بقول لعقلي كده كفاية تفكير بقى، كفاية، نفسي بقى كأن في زرار كده ستوب أدوس عليه ألاقي نفسي بطلت التفكير خالص. أعمل إيه لو دي حالتي؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. مستنيين أسئلتكم ومشاركاتكم على كل أرقامنا تظهر قدامكم على الشاشة، وكمان ممكن تتواصلوا معانا على صفحة قناة الحرية على الفيسبوك. مبسوطين جدا ان النهارده نتكلم مع مارينا صفوت. مارينا بتخدم مع شباب بقالها اكتر من 10 سنين وكمان بتشارك في برامج بتتذاع على قنوات فضائيه مختلفه. ازيك يا مارينا؟ اهلا يا مريم. سؤال حلقتنا النهارده يمكن منتشر قوي دلوقتي، يعني ناس كتير حاسه انه وسط كل الغلا اللي احنا فيه، وسط كل الاحداث الصعبه الكتير المتكرره اللي عمالين نسمعها، ازاي نقدر انه نبطل تفكير. عايزة اتكلم معاكي في ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة، بس قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا عايزة برضو اقول لك سؤال جالنا على الفيسبوك على البوست اللي احنا نزلناه للحلقة النهاردة. السؤال بيقول انا تعبان جدا من افكار انا تعبان جدا من افكار في دماغي بسبب الخوف من كل حاجة، من الناس، من بكرة، من الشغل، والخوف الشديد على اسرتي، والخوف اللي مخليني تعبان جدا هو الخوف من الموت او المرض، لدرجة اني لو كحيت او جالي وجع نبضات قلبي بتزيد من كتر ما انا خايف. ازاي اقدر اتغلب على ده؟ بيكمل وبيقول في سؤال تاني، ازاي اقدر اواجه المشاكل خصوصا المشاكل مع الام والاب، مع العلم انه انا مش بعمل حاجة غلط وبراعي ربنا جدا فيهم، بس الظلم بيتعبني جدا وبيخلي دماغي وجعاني جدا. انا سني 33 سنة، معايا بنت صغيرة، مريت بظروف صعبة كتير بس ربنا مش سايبني لحظة واحدة ودايما في ظهري، مع العلم انه انا رحت لدكتور نفساني وخدت علاج مشيت عليه لفترة طويلة ومبطله بقالي 9 شهور. انا حابه اشجع جدا الشخص اللي بعت لنا السؤال ده انه يكون النهارده بيتابع حلقتنا، لانه ده بالظبط اللي هنكون بنتكلم فيه، فكره الافكار وانه ازاي لو انا افكاري دايما تعباني ودايما مسببه لي مشاكل، سواء افكار خوف او افكار قلق على المستقبل او افكار انه انا مش عارفه اتعامل مع حد من اهلي او كل الافكار اللي بتسهرنا بالليل وبتخلينا مش عارفين ننام. انا عايزه اشجعك جدا انه اتفرج علينا وتابع معانا الحلقه النهارده لانه هنكون بنجاوب عليك. طيب نرجع لموضوع حلقتنا. ماشي، دلوقتي كلنا بقينا بنفكر بشكل، يعني خليني اقول كلنا اذا ما كانش اغلبنا بنفكر طول الوقت، الحلقات بتاعت الافكار مش بتخلص، وبفكر في ارتباطي، بفكر في شغلي، بفكر في علاقاتي مع اهلي وعلاقاتي، يعني تفكير مش بيقف. وخليني كمان اقولك انه ساعات كمان الموضوع بيبقى زياده قوي لو المشاكل طويله، او يعني مش، يعني هقولك مثلا عندي مشكله في شغلي، عندي مشكله مع مديري، مش بنعرف نتعامل قوي، فكل يوم مضطر اني اتعامل معاه فبتضايق اكتر، ومواقف بتحصل زياده بتضايقني اكتر فبتعب اكتر، فبفكر اكتر يعني اسيب الشغل بس انا مضطر اني انام واصحى بكره اروح نفس الشغل، فكانها دايره مفرغه. ويمكن ده في الشغل، يعني يمكن انا بتكلم معاكي على الشغل بس ده ممكن يحصل في كل دوائر الحياه، فاعمل ايه؟ اسئله كتير قوي. معلش. لا هو موضوع متشعب، وبعدين لما انا بقعد افكر كتير قوي ببقى تعبان، وزي كده ما جه في السؤال، يا اما من كتر التفكير بخش في حاله حزن وكآبه، يا اما من كتر التفكير بلاقي انه المواضيع بتتفتح، ما انا قاعد بعمل بفكر، فبفكر في نفسي وبفكر في المرض وبفكر في الخوف في المستقبل وبفكر في اسرتي وبفكر في بنتي وبفكر في والدي ووالدتي، وبلاقي انه كانه افكار كتيره عماله بتيجي، وكانه كل فكره او كل مجموعه افكار كانها عارفه كده زي موجه، والواحد في بحر هايج، وتحس ان الموجه كانها بتخبط فيكي، بتوجعك، تتعبك، تألمك، وفي الاخر تقعي منها تقومي لفكره تانية مش بتخلص. فيا اما بتسحب في مود حزن وكآبه، وده كان السؤال اللي ابتدينا بيه خالص اللي كان جانا الاسبوع اللي فات، يا اما بتسحب في انه افكار كتيره بقى، بطلع من فكره اخش في فكره، والحاله ممكن قوي انه تسوق لدرجه انه يبقى عندي خوف شديد جدا او قلق مستمر طول الوقت او ارق ومش عارف انام، ممكن الجأ لطبيب نفسي. حاله صعبه من التعب والقلق بتبتدي بانه احنا بنفكر،
على الناحية التانية مش عايزة قوي نقول انه يعني التفكير شيء حلو وحلو قوي انه ابقى انا شخص مسؤول وبفكر في الحاجات كويس وبحسبها صح. مش عايزة خالص الكلام يكون معناه انه احنا بقى نتواكل ونتباسط بالزيادة وما نكبرش المواضيع ويا عم سيبها كده تمشي او تيجي زي ما تيجي. مش ده خالص المقصود بالكلام. بس خلينا نقول في بداية الحلقة كده عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم على انه نوع من التفكير. نقول انه في نوعين من التفكير. نوعين. نوع نوع الخط المستقيم، يعني انا بفكر عشان واجهني مشكله او انا عندي مشكله وعندي تحدي، فانا بفكر في موضوع محدد وبحاول اعرف ايه اسبابه المحدده وبفكر عشان الاقي حل. وكانه التفكير ليه نقطه بدايه وليه نقطه نهايه. اول ما بوصل للحل خلاص مرات مش بلاقي حل للي انا فيه متكامل، فببتدي اشوف مميزات وعيوب وابتدي اقارنهم ببعض واقرر انه عيوب الموضوع ده مثلا اكتر من مميزاته او مميزات اكتر من العيوب، وابتدي اخد قرار بناء على تفكير في موضوع محدد. ببتدي اجيب المشكله اعرف سببها احاول ادور لها على حل، بجيب العيوب والمميزات واقارنهم واخد حل واحسم الموضوع. اوكي يعني هو ده طريقه التفكير الصح. دي طريقه التفكير اللي بتوصل انا أوكي. بحاول افكر عشان عندي مشكله دلوقتي عايزه الاقي لها حل، فكانه في نقطه بدايه ونقطه نهايه بتحرك ليها بالتفكير. اوكي تمام. وفي التفكير التاني اعتقد ده التفكير اللي معظمنا بيشتكي منه، لانه التفكير اللي من النوع الاول ما خليناش نشتكي، انا بلاقي حلول. انا بفكر وبتحرك لقدام حتى لو الحل يمكن مش افضل حل في الحياه او حل يعني في بعض العيوب، بس ببقى انا عارف انه ده افضل حل متاح دلوقتي بناء ان انا قارنت الحاجات ببعض او العيوب بالمميزات. أوكي. النوع التاني بقى المتعب جدا اللي بيدخلني في حزن او في خوف او في حالة رهيبة من الهلع ومن القلق اللي شفناها في الاسئلة اللي موجودة، هو الخوف الدوائر. انا ببتدي افكر في الموضوع وببقى عايزه اوصل لحل بس ما بعرفش اوصل لحل، وببتدي الاقي كانه الافكار بتتعاد، واللي فكرت فيه امبارح بعد 3 ساعات من التفكير النهارده بديت من نفس النقطه بتاعه امبارح، وكانه الافكار عماله بتجيب بعض. وطب اعمل ايه في كده، طب اعمل ايه في كذا، طب اعمل مش عارف مين، اعمل ايه في الولاده، فاهمه؟ تحس انه افكار كده عماله بتيجي تضربني وتتعبني بس انا مش بتحرك، انا مش عارفه اتنقل لقدام، انا مضغوط والافكار بتيجي تقلقني وتشدني وتتعبني وعمال مش عارف افكر بشكل كويس، مش عارف اطلع لقدام، انا عمال بعيد وازيد في نفس الافكار، قلق وخوف، طب وبعدين، طب وهيحصل ايه، وعمال بلف لكن في الحقيقه انا في مكاني ما عرفتش اتحرك. اوكي طيب، يعني فرق معايا ان انت فصلتي بين طريقتين التفكير زي ما انت قلتي، فيه اول نوع اللي هو الخط المستقيم، انا النهارده في حته وعايزه اوصل لنقطه معينه، فانا افكاري في خط بشكل مستقيم، وزي ما انت قلتي انا ممكن لو قرار او كده فبقعد اشوف طب ايه الحاجات الكويسه، ايه المميزات، ايه العيوب، واوصل لقرار في الاخر وده ما فيهوش اي مشكله. بس النوع بقى اللي بيتعبنا كلنا هو اللي انت اتكلمتي فيه دلوقتي، انه كانها دايره مفرغه، انه الفكره بتيجي وبعدين بقعد افكر فيها مش بوصل لحل، وبعدين بتعب وبعدين بفكر فيها تاني وكانها دايره. بس خليني اقول لك انه ما هو اكيد ما حدش فينا هيبقى عايز يقعد يلف في دايرته طول الوقت، بس انا فعلا مع كتر التفكير مش بلاقي حلول. أيوة ده هيحصل، ده عادة بيحصل لأنه إحنا مزقوقين بمشاعر. يعني عادة التفكير اللي مدفوع بمشاعر كتيرة قوي مش هيوصلني لحاجة. فخليني أقول شوية أمثلة. فمثلا أنا المثل اللي أنت ابتديت بيه الحلقة إنه أنا متضايق من مديري، فأنا عندي شحنة نفسية وعاطفية من المشاعر كبيرة قوي. أنا زعلان، متغاظ، يمكن حاسس أني مظلوم، يمكن حاسس أنه أنا متاخد حقي، أنا مش متقدر كويس في المكان ده، حاسس بأنه من ناحية أنا متضايق من الوضع اللي أنا فيه، بس من الناحية التانية أنا مضغوط عليا لأنه أنا عندي التزامات مادية، خايف أنه طيب ما يمكن ما لقيش شغل تاني، أو يمكن لو رحت مكان تاني ما نجحش. ففي مشاعر كتير قوي بتحرك أفكاري. الطريقه اللي بتكلم بيها دي عمري ما هعرف اوصل حلول، ما يمكن ما يمكن ما يمكن. وورا كل فكره من دول لو تلاحظي في مشاعر، يا اما مشاعر غيظ وغضب من مديري، يا اما مشاعر خوف وقلق من بكره اللي انا مش متاكد اني لو سبت الشغل ده هلاقي شغل تاني، او لو انا مشيت من الشغل ده هنجح في شغل تاني، فانا خايف وقلقان ومتغاظ ومتعصب وكاني مفروم ما بين الشعورين. طريقه التفكير اللي وراها مشاعر هتخلي مخي مش هادي ويعرف يتحرك لقدام. مثلا انا ما ارتبطتش وسني بيتقدم كل يوم، واصلا موضوع الارتباط ضغط عليا من غير حاجه، وسمعت انه قريبتنا او جارتنا اتخطبت، والعيله بقى كلها تتلم وعقبالك ومش عارف ايه، فتبتدي انا عندي بقى مشاعر، انا خايفه
والوقت بيعدي وانا سني بيكبر وانا كمان نفسي افرح وعندي مشاعر كثيره من غيظ ومن خوف ومن قلق ومن تعب ومن مقارنه قاسيه، فكانه مشاعر كتير قوي. المشاعر دي بتضغط، كل شعور هيقعد يزقني على مجموعه افكار، بس الافكار دي مش هعرف الاقي لها حلول، مش هتحركني. انا كانه عارفه كانه انا بتزق 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 بمشاعر، بس بتزق عشان اقع مش بتزق عشان اوصل لهدف. فانا بلف بشكل دائري وانا مش واخد بالي، الدنيا عماله بتغلى وانا مرتبي محدود، نزلت اشتري شويه حاجات من السوق، رجعت بمحفظتي تقريبا فاضي، راجع بقى بزعل على الفلوس اللي راحت، خوف هنكمل الشهر ازاي، خوف من بكره طب يا ترى في ايه، احساس بالمسؤوليه طب ده انا اب، طب ده انا ام، طب ده انا عندي اولاد، هعمل ايه في بكره، مشاعر كتيره قوي. هتقعد المشاعر دي تطلع افكار، بس الافكار دي مش هتعرف تطلع لي حلول، انا المشاعر دي بتضغطني وبتيجي افكار، الافكار تزود المشاعر اكتر، وبعدين المشاعر تزيد فتقوم مزودة الافكار، ومن هنا بتيجي الدايره. كل ما بفكر بخاف اكتر، وكل ما بخاف بفكر اكتر، ولما بفكر اكتر بخاف اكتر، ولما بخاف اكتر بفكر اكتر، وتحسي انه هي بقى دايره ملهاش نهايه انا مش بوصل فيها. انا مش عارف فين البدايه، مش عارف فين النهايه، وعندي شحنه كبيره من المشاعر المتزايده، ممكن توصل لدكتور نفسي، ممكن توصل لاني ابقى مش عارف انام طول الوقت، ممكن توصل لانه جهازي العصبي ما يقدرش يستحمل كل التوتر ده. انا جهازي العصبي مصمم انه يقدر يتحمل اوقات من الشده. طب لو انا عايش طول عمري في شده، طب لو انا عايش طول عمري بتعذب بمخاوف وبافكار، وطب ما يمكن يحصل، طب ما يمكن، طب ما يمكن، هبقى طول الوقت انا قاعد عارفه كاني قاعد مشدوده عامل كده، بقول لمخي كفايه تفكير بس مش عارف. تلاقي انه انا مش عارف افرح، مش عارف انبسط، مش عارف ارتاح، مش عارف انام، كل ده بسبب انه انا دخلت من غير ما اقصد فكره وسلسله ومدوامه التفكير الدائري. اوكي، يعني حاسه انت بتتكلمي، اكيد اي حد بيتفرج علينا عدى بده يعني على الاقل مره في حياته، فكره انه انا يحصل لي موقف واحس انه انا اتضايقت او انا تعبت او انا اتوجعت، ولا انه المشاعر دي بتجيب افكار سلبيه، ولا انه الافكار السلبيه جابت نفس المشاعر والدايره اللي انت بتتكلمي فيها. بس خليني اسالك سؤال، خلينا ناخد مثلا المثل اللي بدانا بيه، لو انا دلوقتي في شغل وعندي مشاكل مع مديري مش على وفاق قوي، فانا كل يوم بتعامل معاه وكل يوم في مواقف وكل يوم في تعب وكل يوم عندي افكار بقى هي، طيب وعايز اسيب الشغل، ايه الغلط في ده؟ ما هو انا عندي مشاعر مضايقاني ومخليني مش عارفه اتعامل معاه، فخلاص انا شايف انه الحل اني اسيب الشغل. هل سبته؟ لا بفكر بس. بالظبط، هي دي بالظبط المشكله. المشكله ان التفكير الدائري مش بيخليني اقارن الاوضاع، فاهمه؟ انا مش بمسك اشوف مميزات شغلي، مميزات شغلي 1 2 3 4، لا المميزات ديت موجوده في اشغال تاني كتير وفي عيوب كتير فاتحرك واسيب الشغل. انا مش بعمل كده. الافكار دي بتضغطني تخليني اقعد افكر اسيب الشغل، عايز اسيب الشغل، عايز اسيب، بس مش بتحرك، لا بتحرك في حياتي العمليه ولا بتحرك في التفكير. الخطوره ان انا لو قررت اتهور واسمع كلامها واتحرك، ممكن جدا انه اتحرك لقرار غلط. خليني احكي لك اختبار كانت بنت بتشارك بيه، بتقول انه انا هي بتشتغل في شغلها بقالها سنين طويله وهي شاطره في الشغل بتاعها، وبعدين جت في وقت مديرها برضو كان بيتعبها وكان بيضغطها مرات، وجا في وقت كده العيار زاد والزنقه زادت وبتاع، والبنت تعبت جدا وقالت انا خلاص انا جبت اخري، انا استحملت كل اللي اعرف استحمله وجيت على اخري على نفسي للاخر، انا مش قادره اكمل في الشغل ده، انا عايزه اسيب الشغل. وابتدت تتكلم مع حد هي بتثق فيه في قرارها انها خلاص هتسيب الشغل. فالحد اللي اخذت رايه ابتدى يقول لها طب احكي لي اكتر عن الاحتكاكات اللي حاصله بينك وبين مديرك. عرفت يعني فهم من سياق الحديث انه البنت دي بتشتغل تحت مدير مباشر وهو ده الاحتكاك معاه، بس هي طبيعه شغلها انها بتحتك بناس كتيره ويطلبوا منها طلبات، الطلبات دي كلها ضمن شغلها، بس الطلبات دي بتاخرها عن انها تعمل الحاجات اللي المدير المباشر مديها لها، والمدير المباشر ده بياخد عمولات ماديه كبيره على الشغل بتاع العملاء اللي هي بتعمله. فالشخص اللي كانت بتاخد رايه حاول يفهمها ده بوضوح، قال لها انه يعني مديرك من كلامك مش مقدرك، ومش هو راجل وحش، ومش هو حد قاسي وقاصد انه مثلا يجرحك او انه يجي عليكي او انه يظلمك، ولا هو مش مقدر شغلك، لكن الفكره من اللي انت بتقوليها انه هو مرتبه بيتاثر لما انت بتتاخري عليه، هو عمولاته الماديه بتتاثر لما انت بتتاخري عليه، وهو مديرك المباشر.
فدايما ادي الأولوية للشغل بتاعه، ولما حد تاني يطلب منك طلب يتعارض مع شغله ارجعي له، لأن هو مديرك يديك الأولوية. فبتقول هي كانت تركة بسيطة، بس بتقول أنا أول ما عملت الرأي اللي اتقال لي ده، الاحتكاكات بيني وبين مديري قلت جدا، لأنه أنا بقيت مدية الشغل بتاعه أولوية، وبقيت لما حد بيطلب مني حاجة برجع له أقول له الطلب مني كذا كذا أعمل إيه، فهو ابتدى يبقى بيقولي الوضع اتغير. الفكرة بقى انه مرتبها زاد، اتقدرت، نجحت، كبرت. لو كانت في لحظة غضب وتعب قررت انها تمشي، دلوقتي كانت هتبقى خسرت كتير جدا. التفكير الدائري تفكير مش مرات، على فكرة معظمنا بفكر يعني ممكن يكون بيفكر كده مرات، انه اتحمق، اتضايق، مشاعري بتضغط، اخاف يحصل حاجة كبيرة، اسمع انه مثلا فلان انتقل، فلاقي انه فجأة انا عمال بفكر طب هيجرى ايه لو انا كمان مثلا مشيت واولادي هيحصل فيهم ايه، فاهمة؟ يعني مرات بتحصل احداث في الحياة تضغط على نفسيتنا وعلى مشاعرنا. بس مش احسن حاجة انه في الوقت ده ابدأ اخش سلسلة التفكير اللي الافكار تزود مشاعر ومشاعر تجيب افكار، وافضل داخل في القصة دي. اوكي طيب، عايز اقولك اولا الاختبار فرق معايا جدا، لانه يعني يمكن بيوضح قوي انه ازاي الواحد لما بيبقى جوه الموقف والمشاعر هرياه كأنه بيبقى معمي، كأنه بيبقى مش قادر يفكر صح او يشوف صح، فممكن فعلا زي ما انت قلت ياخد قرارات في ساعتها ما يبقاش ده احسن حاجه. وفرق معايا انه البنت لما قررت ان هي تروح وتتكلم مع حد هي تثق فيه، وانه ازاي لما المشاعر اتحطت على جنب واتكلمنا بالعقل، لا طلع في حل بسيط جدا لما اتعمل الدنيا كلها مشيت. بس انت لسه حالا قايله انه انا ما اقدرش وقت التعب او وقت الضغط او كده اخد قرارات. طيب ما هو انا في الموقف نفسه بيبقى فيه تعب، اعمل فيه ايه؟ اتعامل معاه ازاي؟ محتاج اعمل حاجتين. اول حاجه انه ما انا عارفه انه ممكن يبقى حاجه في الاول نشوفها صعبه شويه، بس احنا لو نركز نلاقي انه انا لما بفكر قوي في المشكله اللي تعباني المشكله بتكبر جدا 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 جدا. يعني لو بصيت على حالتي النفسيه قبل ما ابدا تفكير، خلاص في مشكله حاصله، المشكله موجوده، ماشي مشكله موجوده، انا دلوقتي زعلان 20% فقررت اني اقعد افكر، بعد التفكير هلاقي نفسي زعلان 60%، بعد شويه تفكير كمان 80%، بعد شويه تفكير كمان انا مش طايق نفسي، فحالتي النفسيه بتسوء قوي ومشاعري بتزيد قوي 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 بعد شويه افكار. انا ممكن ابقى انا خايف وقلقان بكره هيجرى في ايه، محدش عارف بكره. طيب بعد شويه تفكير بقى في مخاوف، طب ما يمكن يحصل كذا، طب ما يمكن الشغل يتهدد، طب ما يمكن الحرب تاثر على دخلي، طب ما يمكن الوباء بعد الكورونا يطلع وباء تاني مميت واموت، طب ما يمكن، طب ما يمكن، طب ما يمكن. المخاوف تزيد وتكبر، وتلاقي ان المشكله اللي ابتدت متوسطه الحجم انتهت بعد شويه تفكير كبير قوي. المشكله انه لما بفكر في الحاجه هي بتكبر قوي، ده بيحصل، ولما المشكله بتكبر قوي قوي كانها بتحجب ربنا من المشهد، بتحجب ربنا من المشهد، يعني كانه بيبقى مش موجود، يعني كانه انا في تفكيري بشوف الواقع وبشوف المخاوف وبشوف القلق وبشوف الاحداث ومش بشوف الله. الحاجات بتقعد اللي مخوفاني او اللي قلقاني او اللي تعباني او اللي بفكر فيها بتقعد تكبر 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 تكبر، وربنا يختفي في المشهد. طب فين ربنا؟ فين امانته؟ فين حبه؟ فين حمايته؟ فين رعايته؟ فين تدخله؟ كل ده بيبقى كانه انا مش عارف اشوفه وسط الضغطه اللي انا حاسس بيها من المشاعر ومن المخاوف ومن الاتعاب. عايزه اشاركك بقول لاحد الاباء المباركين انا لما قريته اتاثرت بيه جدا، كان بيقول كده انه ان غياب المسيح من حياتنا يجعل من اصغر مشكله مأزق حقيقه، يجعل من اصغر مشكله مأزق، مأزق مصيبه كارثه. اي مشكله صغيره لو شلتي ربنا من المشهد المشكله دي تكبر. اي مرض صغير جالي طب ما ممكن يعمل مضاعفات، اي عمليه بسيطه هعملها طب ما ممكن حاجه تحصل جوه وما اقومش منها، اي حاجه انا قلقان منها او خايف منها ممكن اصغر الحاجات الاقيها بتكبر تكبر تكبر تكبر. لو الله ضابط الكل اللي بيحبني اللي مات لاجلي غاب عن المشهد. المشكله انه طريقه التفكير الدائريه لو رجعت للمواضيع اللي عاده بتسحبني في التفكير، دوري على الله في سلسلة التفكير دي غالبا مش هتلاقيها. دور على الله في دايرة التفكير اللي بتتعبك، غالبا هتلاقي نفسك انه في دايرة تعبك في دايرة تفكيرك انت الله غايب، الله مش موجود. لما بفكر في الارتباط وفي بكرة وفي المستقبل مش بفكر في الله اللي بيرتب واللي بيصنع زواج مبارك واللي بيبني ليا بيت واللي هو اللي مؤسس ومشرع شريعة الكاملين وهو اللي حط سر الجواز وهو اللي جاب حواء آدم، مش بفكر في موقف الله الأبوي ناحيتي. لما بفكر في الغلا والفلوس والحاجات اللي مش موجودة هتلاقي انه ربنا
اللي بارك في كور الزيت وحبة الدقيق وفضلوا كفوا أيام كثيرة، الله اللي بارك في القليل في الخمس خبزات والسمكتين فشبعوا ألاف، الله اللي بيبارك في القليل فلا يعوزني شيء لأنه هو يرعى حياتي، هتلاقيه مش موجود. المشكلة بقى أنه طريقة التفكير دي بتعمل عليا كماشة تبتلعني، ألاقي نفسي كأني اتبلعت، يا إما الخوف شديد يا إما الحزن شديد يا إما اليأس شديد، خلاص مفيش أمل مفيش رجا، وتلاقي كأن الدنيا قفلت. دايما بعد التفكير أو معظم الوقت بعد التفكير الدائري دي تحسي إنه مفيش فايدة، خلصت على كده، مفيش أمل مفيش مخرج مفيش حل، وكأنه الدنيا بتقفل، كأنه الأفكار عملت عليا كماشة وبعدين عملت دايرة وبلعتني جواه واتحبست جواه، بقيت مخنوق ومش عارف أخرج. اوكي، بس خليني اقول لك حاجه عشان انتي صرحتي تصريح قوي قوي دلوقتي، يعني برضو اكيد محدش فينا بيبقى قاصد انه يخرج ربنا من حساباته بالشكل ده، يمكن وسط التعب او الضيق او المشاعر الضغطه جامد قوي، يمكن فعلا زي ما انت قلتي يا فرقه معايا قوي لما انت قلتي انه كل واحد كده يرجع يبص على كل مره هو كان فيها في دايره مفرغه من الافكار غالبا مش هيلاقي الله، ودي حقيقه جدا، بس اكيد انا مش بيبقى قاصد اطلع ربنا. خليني اقول لك برضو، خصوصا لو المشكله كبيره او المشكله طويله او المشكله بقى لها كذا سنه او كذا شهر، ساعات غصب عني بفكر انه طب ما لو ربنا كان عايز يتصرف كان اتصرف او كان عمل حاجه ساعتها وخلاص. معاكي حق جدا انه ده مش بيبقى موقف يمكن انا قصد اعماله، لكن ده اللي بيحصل لما بخش في دوامه الافكار دي، بلاقيها سحبتني سحبتني سحبتني. عارفه ما هي الدوامات، مش الدوامه في بحر مميته ليه؟ انت بتبقي بتعومي مش قصدك تخش في دوامه، وبعدين فجاه تلاقي نفسك دخلت فيها، بتتسحبي لتحت 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 لحد ما تغرقي. دوامه الافكار دي كده، انا لا ببقى قاصد اخشها ولا انا ببقى عايز اخشها ولا ببقى قاصد اشيل الله من الصور، بس لما الله بيتشال بلاقي الدوامه دي بتلف، وبعدين بعد الوقت سرعتها بتزيد سرعتها بتزيد، وانا عمال بتبلع بتبلع وبتبلع وبنزل. خلينا واحنا في حد المخلع نتكلم ونتعلم من القصة الرائعة بتاعة مريض بيت حاسدة. الظروف بتاعته كانت ظروف مشابهة، أنا عندي حالة شديدة، أنا مريض بقالي 38 سنة، ده وقت طويل جدا جدا، أنا حالتي حالة، أنا هو كان عند بركة حاسدة، أعتقد طبعا معظم الناس عارفة إحنا كان عند بركة حاسدة، كل شوية وقت ملاك بيجي حرك المي، اول حد ينزل في المايه دي بعد ما المايه تتحرك بيخف، فده كانت حاجه معروفه جدا، فكانت كل المرضى او معظم المرضى جايين وقاعدين حوالين البركه من كل النواحي مستنيين ومتوقعين انه ينزل ملاك يحرك المياه، فيقوموا بسرعه جاريين يتسابقوا مين فيهم اللي ينزل وياخد معجزه الشفاء. فرب المجد يسوع اتقابل معاه. خلينا نشوف في الآيات الجاية طريقة التفكير الدائرية. رب المجد يسوع اللي معروف عنه أنه هو بيقول يصنع خير، اللي بيشفي كل شعب، كل ضعف في الشعب، اللي كان الناس بتلتمس أنها تشوفه، اللي عمل معجزات كثيرة، اللي زكى نط على الشجرة عشان يشوفه، اللي مولود أعمى صرخ أنه يا ابن داود ارحمني، اللي المرأة نزفت الدم راحت ودخلت كده وسط الزحمة عشان تلمس خذ بثوبه. رب المجد يسوع ده بسمعته دي كان واقف قصاد مريض بيت حاسدة، وكتاب بيقول كده: هذا رآه يسوع مضطجعا وعالم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض. بصي بقى الطريقة دي، فرصة العمر، يسوع صانع المعجزات جاي بيقول لي عايز تخف؟ أيوة عايز أخف طبعا، عايز أخف، أيوة أنا عايز أخد معجزة. ما كانتش دي الإجابة، شوفي طريقة التفكير. أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آسي ينزل قدامي آخر. مشاعر دلوقتي، أنا وحيد، أنا ماليش حد، أنا ما حدش بيحبني، أنا ما حدش من قرايبي يسائل فيا، أنا ما حدش من قرايبي قاعد جنبي يزقني أو يساعدني أنزل بسرعة في المي، وأنا عندي أنا مخلع، فأنا عندي مشكلة في رجليا، فعلى ما باجي أحاول أتحرك بأي شكل ما وأنزل، أي حد تاني بقى من العمي أو من الصم اللي مش عندهم مشاكل في رجليهم بيجري وحد تاني يسبقني. عندي مشاعر، عندي مشاعر ظلم، عندي مشاعر وحدة، عندي مشاعر قهرة، عندي مشاعر عجز، عندي مشاعر كتير ولدت أفكار دخلتني في دوامة ونستني الهدف الحقيقي. أي مارينا، بس هو برضو كان بقاله 38 سنة، ما يمكن يعني مش عارفة، يمكن طريقة التفكير دي جات بعد المدة الطويلة دي، ما هو فعلا كان بقاله سنين كتير خلاص فقد الأمل خلاص. الله مقدر ده، معجزات كتيرة، ناس راحت تلتمس شفاء. فرق معايا قوي ان رب المجد يسوع كان مقدر الحالة النفسية اللي المريض ده كان فيها،
رب المجد يسوع بادر، بادر بانه يروح له، وبادر بانه يساله انت عايز تخف، بادر بانه يقول له طب قوم واحمل سريرك واتحرك. الله بادر انه يتدخل في المشهد، الله مش بيلومني، يعني مش الله ربنا مش زعلان مني عشان طريقه تفكيري بتستبعده، لا خالص. الله مش زعلان مني عشان انت ازاي وازاي ما تطلبش معجزه، لا لا خالص. الله مقدر الحاله النفسيه الصعبه اللي انا بدخل فيها لما بتسحب في دوامه التفكير، وعشان كده الله بيبادر، لانه دايما الله صاحب المبادرات العظيمه وصاحب الموقف الاول، بيبادر انه يساعدني انه طب تعالى نحل المشكله الحقيقيه، طب تعالى انت كل الدوامه دي داخل فيها ليه؟ مش داخل فيها عشان عايز تخف، انا هشفيك. افكار كثيره قوي 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 انا دخلت فيها وتعبت بسببها، وهي في الاول بسبب انه انا عايزه اتشفي، شفائك عندي. رب المجد يسوع مش بس بادر، لكن راح كمان لسبب المشكلة علشان يعالجوا علاج جذري. حسن دي نقطة مهمة قوي، انه كتير بعد كل دوامات الافكار دي بحس انه خلاص كل الابواب اتقفلت في وشي، او كل المخارج فجأة ما بقتش موجودة، بس فارق معايا انه يعني يسوع اتقابل معاه ويعني حل المشكلة الاساسية اصلا اللي كانت عنده. ايوه انا محتاج ده، انا مش هعرف اشوف السبب. يعني مرات لما بدخل في دوامة التفكير مش بعرف، فاكره لما قلنا التفكير، تفكير الخط المستقيم هو اني اعرف سبب المشكله وادور له على حل، انا بنسى اصلا ايه سبب المشكله. انا بحس ان ما يمكن ما يمكن ما يمكن ما يمكن ما يمكن، وخمسين الف فكره، كل فكره بتشدني في اتجاه، وكل فكره بتتعبني، وكل فكره بتوجعني، وكل فكره بتخوفني، وكل فكره بتقلقني، وبلاقي ان انا مش عارف اعمل ايه ولا ايه في كل ده، وكانه انا بقف بحاله من العجز والخوف، والدنيا كانها سودت وقفلت، وكانه عارفه حيطه وتقفل كده، كانها حاجه وتسدت خلاص، مفيش مخرج، مفيش امل. انا مش هعرف اشوف لوحدي، انا محتاج الله معايا يخش بقى جوه الدوامه دي، ينتشلني وينقذني منها، يخش جوه الدايره المقفوله، جوه الكماشه اللي بتحاول تقفل عليا عشان تبلعني، يخش وينتشلني منها. عايزه اشارك بايه مشجعه فارق معايا كده، انه نقولها لكل حد، فارق معايا نقولها للكومنت صاحبه السؤال اللي كانت بتشتكي انه الافكار بتدخلها لحالات من الحزن والكآبه، فارق معايا قوي نشارك بيه مع ابن الرب اللي تعبان قوي من افكار قلق وموت وظلم وخوف ومشاكل كثيره. عايزه نقول كده لنفسنا بشاره مفرحه، آية جميلة في سفر أشعياء بتقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبدا أبديا رئيس السلام. فرق معايا قوي أنه الله عايز يكون ليا الأربع حاجات دول، الله عايز يكون ليا مشير، الله عايز يكون ليا حد بلجأ له باخد رأيه، وقت ما بنفعل ويبقى عندي شحنة عاطفية، متغاظ، حصل مشكلة، يبقى الله الحد أرفع قلبي ليه، أقول له رب أنا محتاج مشورتك الصالحة، يا رب أنا محتاج أنه تساعدني، أنا محتاج أنه تمسك بإيدي، أنا محتاج أني ما مشيش لوحدي في الطريق، أنا محتاج أنه يحصل معايا كده الآية الجميلة اللي في المزمور، أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. يا رب أنا محتاج نصيحتك ليا، أنا محتاج أنك ترشدني الطريق اللي أسلك فيه، يا رب أنا محتاج مشير، أنا مش هعرف أشوف لوحدي، أنا مش هعرف أوصل للحل لوحدي، أنا محتاجك تساعدني وترشدني. احكي لك اختبار فرق معايا، بنت كانت بتقول انه انا بدات اشتغل، والحقيقه مديرتي كانت شخصيه شديده حاسمه قاسيه. بتقول انا قعدت وقت طويل قوي، يمكن تقريبا قرب الشهور، كل يوم اروح بيتي اقعد اعيط لاهلي في البيت انا عايزه اسيب الشغل، كل يوم بروح اعيط وببكي من القسوه في التعامل، ومن الكلام الشديد، ومن الكلمات اللي ممكن تكون يعني قاسيه جدا. بتقول انا تعبت واتاذيت وقعدت وقت كده تعبانه ودخلت في 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 مشاعر صعبه يعني، وبعدين بتقول كنت برضو مش عارفه اسيب الشغل ولا اعمل ايه، وده كان اول شغل ليها كمان، فلسه ده بدايه الحياه العمليه. فبتقول انه قعدت وقعدت صليت، هي كانت بنت ربنا، وقعدت صليت، وكانت بتقول لي كنت برجع من الشغل اقعد احكي لربنا اللي حصل، واطلع اللي حصل معي واحكي له مشاعري،
بحكي له انا قد ايه تعبانه وخايفه وقلقانه ومتغاظه ومظلومه ومتضايقه، واطلع مشاعري. وبعدين بتقول انه كتير بقى كنت بحس انه في قرايتي اليوميه في الكتاب المقدس ربنا كان بيكلمني وبيجاوبني. مرات كان بيقولي ما تخافش، مرات كان بيقولي انا معاك، مرات كان بيقولي هديك النجاح، مرات كان بيقولي انه هخليك قوي جدا. فبتقول ابتديت انه بدل ما كنت انا لوحدي مع مشاعري، لا ابتديت اروح احكي لربنا مشاعري واطلع اللي جوايا، وابتدي عن طريق الكتاب المقدس ربنا يكلمني. وبعدين اروح، ما هو القصه ما بتخلصش على كده، اروح بقى تاني يوم الشغل الاقي نفس المعامله هي هي. بتقول بس في وسط بقى المعامله دي افتكر اللي ربنا قاله لي امبارح، انا معاكي ما تخافيش انا هخليكي قويه. ابتديت انه ما اخشش في الدوامه المتعبه، وانا في الموقف اقعد اردد وافتكر الايات اللي ربنا كلمني فيها. بتقول بعد شويه وقت بديت انه المعامله ما اتغيرتش، بس ابتديت اروح البيت متضايقه بس ما بعيطش. بعد شويه ابتديت اروح البيت متضايقه حاجه بسيطه، بعد شويه ابتديت ما اتضايقش خالص. وابتديت اخد بالي انه انا دخلت الشغل ده شخصية حساسة جدا، بتتعب وتتألم وتبكي من تعاملات يمكن تكون بسيطة. دلوقتي أنا شخصية أقوى بكتير. البنت ما قررتش أنها تسيب الشغل في الوقت ده، سابت الشغل بعد وقت طويل بعد ما كانت اتعلمت أنها تبقى قوية وأنها تبقى محدش يعرف يكون بسهولة بيضايقها وبيأذيها، وراحت شغل تاني ونجحت فيه بسبب اللي اتعلمته في الحتة دي. انا ليا راعي، انا ليا مشير يرشدني، ممكن ابقى النقطه اللي مديري بيعاتبني عليها او بيشد بسببها انا فعلا مقصر فيها، ولو انا شفت ده بهدوء وعرفت اتغلب عليه مش بس الاحتكاكات هتقل، لكن ممكن كمان ازيد او اترقى زي في اول اختبار حكيناه. وممكن يبقى انه الاحتكاكات دي بتضيف ليا نقطه قوه، اتعلمت اني اتعامل مع الناس، او اتعلمت اني اكون اكثر قوة، او اتعلمت اني اكون اكثر حسم، او اتعلمت اني افهم الناس بشكل افضل. في امور كتيرة في مجال الشغل يمكن لو اكتسبناها مهارات، لو اكتسبناها هنكون بننجح اكتر كتير. انا محتاجة الله اللي يوريني ده وسط المشاعر بتاعت انا مظلوم انا زعلان انا غضبان. ازاي هشوف كده؟ ازاي ممكن اشوف انه انا غلطان في حاجة؟ او ازاي ممكن اشوف انه انا هنا في خير ممكن اكتسبه، في مهارة ممكن اتعلمها، في اضافة ممكن تضاف ليا تنجحني اكتر وتزود وضعي سواء في المكان ده او في غيره. وقت المشاعر عمري ما هشوف كده، انا محتاج المشير اللي يشور عليا بالمشورة دي. ممكن يشير عليا بطريقة تعامل اتعاملها مع بابا وماما مثلا، ممكن الله يساعدني، نرجع تاني للسؤال اللي قريتيه في بداية الحلقة، ممكن ربنا يساعدني مثلا انه ماما مثلا بتتضايق لما ما اسألش عليها، هسأل عليها. ممكن تبقى حاجة بسيطة وتبقى كأنها كانت قدامي طول الوقت بس أنا مش شايفها، لكن الله المشير يشور عليا بأعمال صالحة وبأمور ينور عيني عليها وبحاجات بسيطة ممكن لما صلي وأرفع قلبي الله يبتدي يساعدني أني أفهمها وأتعلمها، حاجات بسيطة لكن تكون بتحسن جدا جدا العلاقة. حاسة اتكلمتي في حاجات عملية جدا كلنا بنعدي فيها كل يوم، وفرق معايا قوي مارينا في الاختبار اللي قلتي أنه إزاي هي قررت انه تكسر الدايره المفرغه دي، بان هي انت انا فارق معايا انت قلتي هي كانت بترجع يعني في وقت قررت ان هي بترجع من الشغل تقعد تحكي مع الله اللي مضايقها واللي تعبها، وتقعد تشوف الدنيا من من حته مختلفه، وازاي ان الله كان بيكلمها في قراياتها او في ايات. ففرق معايا جدا انه يمكن تجاوبها مع الله ومع اللي ربنا كان بيحاول يعمله في حياتها هو اللي خليها تقدر تعدي وما سابتش الشغل في الاخر في وقت التعب، لكن ازاي انه الوقت ده كان سبب انه هي تتغير وان هي تتشكل وان هي تبقى اقوى. يعني يمكن ده احسن بكتير قوي من هي لو كانت قررت وقت ضعف او وقت حزن تمشي وتسيب الشغل. ده كان اضافه ليها وكان خير ليها لشخصيتها بعيدا عن الشغل، هي بقت شخصيه اقوى وللشغل لانها راحت مكان تاني ونجحت نجاح اكبر. انا ليا مشير محتاج انه النهارده ألجأ له، اقول له يا رب انا الحاجات التحديات والمشاكل والمخاوف بتحيط بيا، محتاجك محتاج مشورتك. انا كمان ليا اله قدير، ليا اله قوي عظيم، مفيش حاجه اسمها مفيش امل معاه، مفيش حاجه اسمها مفيش حل معاه، مفيش حاجه اسمها انه الدنيا تقفل وتسود معاه. اله عظيم يجعل في البريه طريق وفي الكفر انهار، يشق في البحر طريق ويعديني فيه. مفيش حاجه اسمها ان الدنيا بتقفل حواليا، لو قدامي برية الله هيصنع فيها طريق، لو قدامي كفر الله هيبقى في هيبعت فيه نهر، لو قدامي بحر الله هيشق ويمشيني فيه.
الدنيا مش هتقفل طول ما الله معايا. صعب الدنيا تقفل عليا لو الله معايا. انا ليا اله قدير اقول له كده، رب انت انت عظيم، انت كبير، انت تقدر تدي حلول، انت تقدر انه تبعث حلول من عندك، انت في مخارج، في حاجات تقدر تعملها، انت انت عظيم جدا، انا بحط بنتي بين ايدك، انا بحط اولادي بين ايدك، انا بحط ارتباطي بين ايدك، انت الاله اللي خلقت الكون ده كله بكلمه منك، مش هتصعب عليك حاجه صغيره. امين. انا محتاج اب، انا محتاج اب، محتاج اب حقيقي يكون معايا، يشيل مسؤوليتي، مسؤوليه بكره، مسؤوليه الايام، مسؤوليه المخاوف. نقول كده انه في رساله في انجيل، انا اسف، انجيل متى بيقول لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه. لو قلبي اتملى بالايمان ده، انا ليا بابا اللي عارف انا محتاج ايه من قبل ما اطلب، من قبل ما اروح. الله ابويا اب حقيقي عظيم، عارف المخاوف وعارف بكره، عارف احتياجاتي وبيتدخل وبيقدمها. الله عارف الحاجات انا مش هخاف، الخوف الرهيب اللي بان في السؤال بسبب امور كثيره، انا ليا اب حقيقي بينفع يتدخل. انا متشجعه قوي، حاسه ان هي يعني رساله مشجعه لكل حد فينا النهارده، انه في نهايه للدايره المفرغه بتاعت الافكار اللي بتتعبنا كلنا. الله يجي بامل ويجي براحة ويجي بسلام ويجي يكسر كده الدايرة دي ويساعدنا انه نعبر الحتة دي. عايزة احكي اختبار فرق معايا، كان حد من فريق الاعداد بعت واحنا بنعد الحلقة دي، كانت بنت الرب بتقول كده انه انا كنت في وقت من الاوقات مريضة سرطان، وكان في عملت عملية ونشكر الله جدا نجحت، لكن لازم بيطلب مني اشعات وتحاليل اعملها كتيرة كل 6 شهور تقريبا. فبتقول الموضوع بيبقى طبعا صعب يعني على مستويات كتيرة، بتبقى فيه يعني 6 شهور، كل 6 شهور فهي حاجات دورية، وبتبقى حاجات بقى يومين صعبين. اولا في حاجات بتبقى اشعاعات وتحاليل انا اول مرة اعملها، لان كل مرة بيطلب حاجات مختلفة، في حاجات بتبقى كمان فيها سنة بقى من ترقب وخوف وقلق، وانا مستنية اوقات صعبة. بتقول في مرة كنت هعمل أشعة وتحاليل، أول مرة أعملها وكنت حاسة أنه أنا قلقانة شوية، وأنه أنا يعني مش مبسوطة قوي، وابتدت تجيلي أفكار كده تعباني، وأنه أنا لوحدي، وحتى ما حدش ينفع يكون من الناس قريبين مني يكون بيجي معايا. وبعدين ابتديت أحس كده بأنه اللي عدي فيه ده صعب، وده فوق إمكانياتي، وده حاجة مؤلمة جدا، وأنا مش قادر أكون بتحملها. ابتدت تجيلي أفكار، بعدين ربنا لحقني في وسط كل الأفكار دي، وافتكرت ترنيمة أنا مش وحيد انت معايا. وبتقول قعدت اقول كده يا رب ايوه انت مش وحيد، انا مش وحيد، انت معايا، انا بصدق يا رب انه انت معايا، انا بصدق انه انت ابويا اللي معايا في كل وقت ومعايا في كل الظروف، انا مش هخاف من بكره لانه في ايدك، انا مش هخاف من المرض لانه انا معاك، انا بشكرك لانه انت ليا اب وانت ليا اله قدير صانع الايات والعجائب، انا بصدق انه انت معايا، انه انت ماسك بايدي. بتقول قعدت اصلي كده، وانا داخله الاوضه بتاعه اول اشعه مفروض اكون بعملها، بعد ما يعني كنت في المكان اللي هعمل فيه الاشعه، الدكتور بيخرج وهو بيقفل الباب، لقيت في ظهر الباب صوره كبيره قوي متعلقه للعذراء. بتقول ابتسمت وحسيت انه ابويا اللي معايا بعت لي كمان العذراء تكون معايا وتاخد بالها مني. بتقول اتعزيت، ومن اليوم ده بطلت اخاف من كل الاشعه. عايزة أبعت رسالة لابن الرب اللي كان بعت السؤال اللي قريتيه في الأول، لو أنا خايف ولو أنا قلقان ولو أنا خايف جدا من الموت ومن الانتقال ومن المسؤولية، حاسة أنه الاختبار بتاع بنت الرب ده اختبار مشجع جدا. هي كانت في وضع المفروض الناس تخاف فيه، هي كانت مريضة مرض العالم بيقول أنه خطير، هي كانت في وضع يدعي انها تكون بتخاف وانها تكون بتقلق وانها تكون بتتعب، لكن الله العظيم لما يكون انا متمتع بانه هو ابويا، انا بحس بسلام عميق وبحس انه انا مش خايف. اتقال كده عنه انه هو رئيس السلام، الله ليا يكون رئيس سلام. نيجي كده اشجعك انه نكون ممكن نصلي بالايات دي، انه رئيس السلام يجي يملا قلبي ويغمر قلبي بالسلام. مكتوب كده انه سلام الله الذي يفوق كل عقل. اقول يا رب انا عايز سلامك اللي يفوق كل عقل، اللي يفوق كل فكره، اللي يفوق كل حاجه بتجيلي وبتحارب بيها، اللي يفوق كل حاجه، كل منطق وكل واقع وكل فكر بيفرض نفسه. بطلب كده انه رئيس السلام يجي يهبني سلامه الذي يفوق
كل عقل يعمل إيه؟ يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. سلام الله اللي فوق كل إدراك يجي يحفظ قلبي من كل خوف، يحفظ قلبي من كل انزعاج، يحفظ قلبي من كل حزن رديء، يحفظ قلبي من كل يأس، من كل كآبة، ويحفظ فكري من كل سلسال مخيف للأفكار اللي بتدخلني في الدوامة. أنا محتاج مشير يساعدني ويمسك بإيدي ويرشدني، أنا محتاج إله قدير معاه في أمل ومعاه في حل ومعاه في طريق، أنا محتاج أب أكون بفتح له قلبي وأقول له رب ادخل، وأكون حاسس كده أنه أنا ليا الأب اللي قبل ما بطلب بيديني، اللي معايا في كل وقت، اللي معايا في كل الظروف، أنا ليا رئيس السلام اللي سلامه يفوق كل عقل. ممكن بروح التأمل كده نسمع الكلمات دي من فم الرب المجد يسوع بيقول لنا، ممكن نقول كده: فقال لنا ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ ليه مضطربين؟ ليه خايفين؟ ليه منزعجين؟ أنا هو، لا تخافوا، أنا موجود، أنا حبيتك ومت عشانك عشان يكون لك حياة ويكون لك أفضل، أنا جيت علشان أمسك بإيدك وأكون عمانوئيل ليك، معاك، معاك في الصعب ومعاك في السهل، معاك في بكرة ومعاك في النهاردة ومعاك في مبارح، أنا جاي أمسك إيدك وأكون ليك رئيس للسلام يملأ قلبي بالسلام. أصلي كده أنه يا رب بفتح لك قلبي، أنه تكون بتخش بسلامك تحفظ قلبي وتحفظ أفكاري، أنا بفتح لك قلبي تدخل تكون أبويا المسؤول عني اللي ضمني وضمن بكرة وضمن المستقبل، أنا بفتح لك قلبي تدخل تكون مشير تشير عليا مش بس أفكاري اللي تشير عليا. وقتها هعرف نعيش القول الرائع بتاع قداسة البابا كيرلس السادس لما كان بيقول انه كن مطمئنا جدا جدا ولا تفكر في الامر كثيرا بل دع الامر لمن بيده الامر. وساعتها انا هبقى عارف ان اللي بايده الامر ده بابا، اللي بايده الامر ده الله اللي حبني واسلم نفسه لاجلي ولا يعدم وسيله. امين امين. يعني خطوه مشجعه جدا، و يمكن بعد زمان طويل من القلق ومن الخوف، وكمان الدنيا دلوقتي الأحداث كتير قوي حوالينا وأحداث صعبة وأحداث ناس ممكن تشوف ان هي بتقلق جدا، بس ازاي انه الله في الوقت ده بيوجد شديد جدا، والله في الوقت ده مش غافل ومش متفاجئ بالأحداث اللي بتحصل، بالعكس هو مقدر قوي الأحداث ومقدر قوي كل انا بعدي فيه، وازاي عايز يملأ قلوبنا بسلام وطمأنينة حقيقية ويكون بيمشي معنا السكة. طيب عايز أسألك بقى سؤال تاني، ساعات الافكار اللي بتيجي الحقيقه بتبقى بتيجي فجاه، يعني احنا اتكلمنا في الاول انه ممكن يبقى في افكار نتيجه مواقف او ضغط او ظروف حواليا انا بتعرض لها فعامله لي نوع من انواع الضغط فبفكر بطريقه سلبيه فبيجي ضغط زياده والقصه دي، بس ساعات انا ممكن ابقى قاعد كده لا بيقول عليا ولا ايه، فجاه هوجت افكار جت من مش عارف جت من فين وسحلتني وتعبتني وببقى مش فاهم ادي اتصرف معاها ازاي. احنا اتكلمنا انه مرات بيبقى في افكار وراها شحنه عاطفيه ومشاعر جايه من مواقف وكده، بس الحقيقه مش ده المصدر الوحيد، في افكار كثيره تاني مصدرها عدو الخير، ابليس بيحاربني وبيرمي عليا افكار مش بتبقى طالعه من جوايا، مش بتبقى طالعه من مشاعري ومن جوايا، لا دي افكار بتبقى مرميه عليا، عدو الخير اللي بيكرهني بيبعتها علشان خاطر يكون بيتعبني وبيقلمني وبيخوفني وبيقلقني. اوكي، يعني هي بس نقطه جديده شويه لانه يمكن اغلبنا كان بنفكر انه اكيد اي فكره طالعه فهي طالعه من جوايا مني. في فصل كامل اسمه حرب الأفكار في كتاب قداسة البابا شنودة، اسمه كتاب الحروب الروحية، فصل كامل بيتكلم عن حروب الأفكار، إنه إزاي عدو الخير بيحاربني عن طريق أفكار. خليني أقرأ لك برضو قول من القاموس صليب حكيم قاله، بيقول إن عمل إبليس في هذه الحرب الفكرية هو إنه يشجع على إيقاظتها بمثيرات من الخارج. وقتها في الحتة دي القاموس صليب كان بيتكلم على حروب عدم الطهارة، لكن في الجزء ده هو بيشرح لنا إنه إزاي في حروب فكرية إبليس بيحاربها، إزاي عدو الخير بيجي يبعت أفكار أو يرمي أفكار عليا، والأفكار دي لو أنا تجاوبت معاها ابتدي اتعب واخش في الدوامة اللي اتكلمنا فيها في بداية الحلقة، ممكن قوي تبقى الأفكار بتاعت الخوف الرهيب
عليا مثلا خوف رهيب من المرض، خوف رهيب من الموت، خوف رهيب على اولادي، خوف رهيب من المستقبل، خوف رهيب اني ما اتجوزش. ممكن تبقى الخوف الشديد ده او الحزن الشديد ده، ده من افكار مش مني انا، مش مشكله عندي، لكن ده حاجه ابليس اللي بيكرهني وبيتعبني بيرمي الافكار دي عليا. اوكي، طب ازاي اعرف بقى هي الافكار دي جايه مني انا، طالعه مني، ولا دي حاجه حرب مرميه عليا من بره؟ في ثلاث حاجات يساعدونا انه نكون بنميز. اول حاجه اللي انت قلتي، انه بقى قاعد كده في امان الله وفجاه تيجي فكره. اوكي، يعني قصدك انه ما فيش موقف منطقي حصل يولد الفكره دي جواك؟ بالظبط بالظبط كده. احنا في كتاب المقدس حصل موقف مشابه، كان فجاه ال 12 تلميذ قاعدين مع الرب يسوع، وبعدين فجاه مكتوب كده في انجيل لوقا، ودخلهم فكر من عسى ان يكون اعظم فيهم. فجاه بدون مقدمات، ما كانش فيه قوي سياق للموقف يستدعي الفكره دي مثلا، فاهمه؟ فجاه هم ال 12 جت لهم فكره. صعب قوي 12 حد موجودين مع بعض في نفس المكان، ال 12 يفكروا مع بعض نفس الفكره. في حرب بتيجي، وبتيجي فجأة، مش بتيجي بسبب موقف أنا بعدي فيه. أنا مثلا عايش وشغلي أهو ماشي والدنيا أهي ماشية، وبعدين فجأة تيجي ولادك هيعملوا إيه بعدك؟ يعني ليه كده؟ وفجأة أخاف، أو فجأة تجي لي فكرة إنه شريك حياتي ممكن ينتقل، أو حد عزيز عليا ممكن يحصل له حاجة، أو حد ممكن يجرى له حاجة، أو أنا ممكن يجرى لي حاجة. فجأة تجي لي الفكرة الشديدة دي. طب هل أنت مريض مرض خطير مثلا؟ لا. طب هل لا قدر الله حد قريب مني اتشخص بالمرض ده؟ لا، فكره جت فجاه. انا عمري ما هتجوز ليه؟ علشان انا كبرت. طب هو انا بكبر كل يوم يوم، فدي حاجه بتيجي بشكل تدريجي جدا. انا مش بنام عندي 20 سنه اصحى عندي 50 سنه، دي حاجه مش حاجه فجاه بتحصل. بس النهارده انا صحيت مكتئبه وحزينه عشان انا عمري ما هتجوز. فكره جت ابليس حاربني بيها بشكل فجائي، فجاه الاقيها ظهرت واحس ان انا تعبان قوي. اول حاجه ان الافكار تظهر فجاه. اوكي. تاني حاجه ان الافكار بتلح عليا، يعني تجيلي الفكره وبعدين اقول انا عايزه ابطل افكر في الموضوع ده، وليها جت تاني، انا مش عايزه افكر في الموضوع ده، الاقيها جت تالت. ده صفه من صفات ابليس. ابليس احد اسمائه بعلزبول او بعلزبوب، يعني اله الذباب. عارفه الدبانه السخيفه اللي تيجي وتهشيها تيجي تاني، تهشيها تيجي تاني، تهشيها تيجي تاني. دي من صفات ابليس. لما الاقي ان في افكار بهشها وبتيجي، اعرف ان الافكار دي مش منك، لانه انا ليا سلطان على نفسي. لو قلت مش عايزه افكر كده، خلاص مش هفكر. زي ما اقول انا مش عايزه اكل ما باكلش، زي ما بقول انا عايزه اقوم بقوم، اللي بقوله بعمله. لما اقول انا مش عايزه افكر وتلاقي نفسك بتفكر، اعرف ان دي حاجه براك. مرات كتيره بتبقى الالحاح الشديد بتاع الفكره يقول انها حاجه مرميه عليا. تالت حاجه انه بلاقي انه زي ما تكون في سحابه سودة بعد ما الفكره بتعدي. يعني ايه؟ يعني اثر سلبي، يعني شعور صعب، يا اما ياس، يا اما مفيش امل، يا اما فقدان للرجاء، يا اما حزن شديد، يا اما خوف شديد. احس ان بعد ما الفكره بتيجي، الفكره بتمشي لكن ليها اثر موجود. احس ان نفسيتي مش زي ما كانت قبل ما افكر في الافكار دي. أوكي. الافكار اللي تيجي طبيعي، الفكر الخط المستقيم، في مشكله هواجهها، هلاقي لها حل، خلصت الموضوع، بحطه على جنب وبكمل. لما التفكير يسيب اثر صعب في نفسيتي، كانه قوه شريره كده، عارفه؟ كانه فجاه انا بقول ان انا اتقفلت، او مودي اتغير، او انا قريفت، بس هي ما بتبقاش كده. هي بيبقى في مود كآبه اترمى عليا، مود حزن شديد اترمى عليا، قلق شديد اترمى عليا، خوف شديد، كأن السحابة بتاعت الفكر بعد ما بتعدي بتسيب أثر، بتسيب مية سودة في حياتي. اوكي، يبقى ازاي اعرف هي دي من ابليس او دي حرب ولا ده من جوايا؟ انت وضحتيهم في ثلاث نقط، انه الفكرة بتيجي فجأة، انا قاعد كده مفيش اي حاجة حصلت، الفكرة جت، والفكرة بتكون ملحة، فحتى لو بقرر انه خلاص مش عايزة افكر فيها بلاقيها جت تاني، واخر حاجة ان الفكرة لما بتيجي بتسيب وراها سحابة سودة، كأن خلاص كل حاجة قفلت، أو كأني قريفت أو اتضايقت من غير أي سبب. طيب لو أنا بقى عندي ثلاث حالات دول، أتعامل معهم إزاي؟ رب المجد يسوع قال لنا بوضوح نعمل إيه في الكتاب المقدس. قال لنا إنه في رسالة يعقوب بيقول كده إنه قاوموا إبليس فيهرب منكم. الأفكار دي محتاجة أقاومها، مش هتجاوب معاها. الأفكار بتاعت الموت والخوف والقلق والأحداث دي أفكار أنا بغلط وبتجاوب معاها، فلما بتجاوب معاها بخش في الدوامه. بتجاوب معاها يعني بسيبها تخش واقبل اني اقعد افكر فيها. واقعد افكر فيها، ده بالظبط. اتجاوب معاها، الفكره جات وانا قعدت فكرت فيها وقت،
انا لما بفكر في الحاجة انا كده بتجاوب معاها. اقومها يعني ايه؟ يعني ارفضها، لا مش هفكر كده، لا انا حياتي في ايد الله، لا انا مستقبلي في ايد الله، انا بحط بكرة في ايده، انا هو ابويا، انا مش هخاف من بكرة، انا مش هفكر الافكار دي، انا ماليش اني اعرف في الاوقات والازمنة، انا ماليش افكر في امتى هموت يعني فاهمة. وبعدين طب انت فكرت في انه انت خايف جدا من الموت، طب هل انا مطمن على ابديتي؟ لا. طب هل فاهمه يعني مش تفكير ينقلني، مش تفكير يديني خطوه، انا تفكير بيخوفني ويشلني مكاني. أوكي. انا محتاج اني اقاوم الفكر ده، انا محتاج اني ارفضه، انا محتاج اني اقاوم ابليس فيهرب مني. حد كان بيحكي بتقول انه زوجة كانت بتحكي تقول انا مريت بوقت طويل قوي من المرض، وكنت اوقات كثيره بقعد في السرير تعبانه مش قادره اقوم حتى اجيب لنفسي الدواء. فبتقول في ليله من في يوم من الايام دي كنت تعبانه قوي قوي، وكان في ميعاد للدواء، وكان زوجي اضطر يروح الشغل والاولاد مش موجودين في البيت وانا قاعده لوحدي. وفي الوقت ده جات لي فكره، بقى بعد كل اللي بتعمليه علشان عيالك تتسابي لوحدك كده يعني، بقى بعد كل الحب اللي بتحبيه وبعد كل التقديم والعطاء اللي بتقدميه تبقي قاعده محتاجه تاخدي الدواء ومحدش موجود يديهولك. بتقول فجاه حسيت بقبضه، ولقيت انه انا اتضايقت وتعبت، وكانه عارفه كانه سهم ورشق. وبعدين بتقول فجأة حسيت انه الفكرة دي مش مني، الفكرة دي مرمية عليا، الفكرة دي من ابليس. بتقول انا قعدت اصلي وقعدت اقاومها وقعدت اقول له يا رب انت معايا، اشكرك لانه انت بتحبني، اشكرك لانه انا مش تصعب عليا نفسي ابدا، اشكرك لانه انت بتقويني، اشكرك لانه انت معايا في كل الظروف حتى معايا في ظروف المرض. بتقول قعدت اقاوم الفكرة وارفضها. بتقول بعد شوية وقت لقيت نفسيتي تحسنت، وبعد شوية وقت صغيرين الألم راح وخف، وانا دخلت في نوم ونعست بهدوء وبسلام، وصحيت لما اولادي رجعوا واخدت الدواء. بتقول الموضوع عدى بهدوء قوي، رغم انه كان ممكن يدخلني بقى في حالة تعب تستمر شهور، لانه انا مريت بوقت تعب طويل ويضايقني ويتعبني من اهل بيتي ومن الناس اللي انا قاعدة معاهم، لانها كانت فكرة دخلت طبعا تعبتني، يا عيني عليا انت بتعدي بحاجات صعبه ما حدش يقدر يستحملها، اللي حواليك مش بيحبوك، مش مقدرينك، مش حاسين بيك. كانت هتعمل حواجز، الفكره دي كانت هتعمل حواجز بينها وبين اقرب الناس ليها. بس يمكن هي كانت شاطره جدا ان هي لقطت ان الفكره دي مش من عندها، الفكره دي مرميه عليها ووقفت لها وما تستسلمتش ليها. بالظبط. حد تاني خادم بيقول في الكنيسه انا بحب الخدمه وبحب الخدام اللي بخدم معاهم، وانا بحب اعمال المحبه، لو اي حد غاب بكلمه اطمن عليه واسال عليه اسال عليهم. وبعدين بيقول انا مريت بظرف واضطريت اغيب عن الخدمه كذا اسبوع ورا بعض. بيقول فجاه وانا قاعد جات لي فكره، هو لو كنت انت مهم في الخدمه ولو كانت الناس بتقدر اللي انت بتعمله معاهم وسؤالك وحبك اللي كنت بتحبه لهم، كنت تغيب كل الوقت ده عن الخدمه ومحدش يرفع سماعه التليفون يسال عليك؟ ترخ فكره اترمت، كانت ممكن تبقى متعبه جدا، كانت ممكن تخليني لو قعدت فكرت فيها شويه أسيب الخدمة. بعد بيقول أنا أخدت بالي على طول إنه الفكرة دي شريرة، عارفة فكرة شريرة. بيقول أنا قعدت أقومها وأرفضها وأعلن إنه أنا بحب إخواتي اللي بخدم معاهم وبحب الخدمة جدا، وإنه أنا بخدم علشان الله، وإنه أنا ربنا بيقدر كل عمل محبة أنا بقوم بيه، وإنه أنا مش بعمل كده عشان الناس لكن أبوكم اللي بيرى في الخفاء هو يجازي. وقعدت أقاوم الفكرة بكلمات الله. بتقول بعد شوية وقت صغير قوي لقيت الفكرة دي خلصت، وأنا ما تحستش بأي زعل أو حزن، بالعكس ده أنا اللي رفعت سماعة التليفون بدأت أسأل على الخدمة وأخبارها وأتكلم الناس. فالفكرة أنا برفضها وبقاومها. الله ما سابنيش كده، الله اداني سلاح اسمه خوذة الخلاص. خلينا نقرأ مع بعض آية. وأما نحن الذين من النهار فلنصحى لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص. الخوذة دي بتحمي راسي، بتحمي عقلي، بتحمي ذهني، بتحمي أفكاري. يعني إيه خوذة الخلاص؟ يعني خوذة هي رجاء الخلاص، يعني أنا ليا رجاء في الخلاص، دايما ليا خلاص، دايما ليا منفذ، دايما ليا مخرج، دايما الدنيا مش هتقفل عليا وتقول كده خلاص الدنيا هتقفل. الخوذة دي دايما بتقول إنه الله موجود يخلصني، الله إله خلاصي، الله موجود يقدر يكون بيساعدني، يقدر يكون بيرفعني، يقدر يكون بيساعدني إني أكون يكون ليا مخرج في كل الحاجات. أربع مرات اتقال عن داود. يعني ثانية واحدة، يعني الخوذة الخلاص دي هي إني أردد وإني أقول إنه أنا ليا خلاص بربنا وليا خلاص باللي يسوع عمله على الصليب، من كل بقى أفكاره، من كل تعب ومن كل خوف، إني أردد وإني أعلن ده
انا كده بستخدمها، انا كده بحمي ذهني بيها بانه اعلن ايماني انه انا ليا خلاص بالهي، مش ليا خلاص بالواقع، مش ليا خلاص بالظروف، مش انا هعمل ايه، الله هيعمل ايه، الله اله خلاصي، الله مخلصي العظيم، الله يقدر يتدخل، الله يقدر يحلها، الله عنده مخارج، الله عنده حلول. اني ارجو اني اصدق اني اامن انه طول الوقت انا ليا خلاص بالهي، انا ليا خلاص في الهي. انا لما بعمل كده بحمي ذهني من كل الافكار بتاعه المخاوف وبتاعه طب ما يمكن وطب ما يحصل، الخوذه بتحمي. فطول الوقت لما انا بتسلح باني البس خوذة الخلاص، انا بانه انا ليا خلاص طول الوقت. داود 4 مرات اتقال عنه انه وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. منين ما راح الله خلصه من الرمح اللي عدى من جنب وشه لما شاول حاول يقتله وهو بيعزف له، وفي كذا مره في مطاردة شاول لداود الله يخلصه، الله خلصه من جليات، الله خلصه حتى في ارض الاعداء في ارض الفلسطينيين في وقت من الاوقات كان داود بيلتجئ هناك. اقدر اقول كده لنفسي الله يخلصني حيثما توجهت، في اي حته في حياتي الله انا ليا خلاص، في اي دايره في حياتي انا ليا خلاص، منين ما روحت انا ليا خلاص، حتى لو اخطات الاختيار، حتى لو مشيت غلط هرجع على الله وهفتح له قلبي وهتوب عن اللي عملته وهقول له رب مش عايز اعمل كده تاني وبسلمك حياتي وقلبي وبفتح لك قلبي يا مخلصي العظيم، تخش تخلصني من اللي فات وتكون ليا مخلص تخلصني النهاردة وبكرة، ليا خوذة خلاص تحمي ذهني من كل أفكار وتعلن أنه طول الوقت أنا ليا إيمان أنه ليا مخرج، كماشة الأفكار مش هتقفل عليا، دايرة الأفكار مش هتقفل عليا، وأنا ليا الله مخلص بتسلح بقوم الأفكار الشريرة وبتسلح بني أحمي فكري بخوذة الخلاص. أمين أمين. يمكن فضل معنا خلاص 2 دقيقة بالضبط. قبل الحلقه كنت بتحكي انه في اختبار لام وازاي كانت حصلت معاها شويه مشاكل، حابه انه تقولي لنا. انا احب احكي بسرعه. ام كانت بتقول انه في وقت من الاوقات كنت مضغوطه من احتياجات كتير قوي، ظروفنا الماديه كانت صعبه قوي في الوقت ده، وانا عندي اكتر من طفلين فعدد الاسره اصلا كان كبير. بتقول كان عندي حد من اولادي كمان عنده مشاكل في الدراسه وجوزي حصلت معاه شويه مشاكل فكمان اثرت على حالته النفسيه، فبقى بيتخنق مع العيال، فبقى البيت ايه يعني احتياجات ماديه تلاقي، مشاكل في الدراسه تلاقي، مشاكل في مع جوزي تلاقي، مشاكل ما بين بعض تلاقي. بتقول كنت حاسه انه مفيش حاجه كويسه في البيت ومفيش حاجه كويسه في الدنيا. بتقول اتضغطت وكانت افكار كثيره صعبه وكانت مشاعر كثيره صعبه، لكن انا اتوجهت ربنا في وقت قلت له رب يعني حل، اديك شايف كل الحاجات. بتقول بعتت لي الايات دي في سفر حبقوك 3، ايات مشجعه قوي. بتقول الايات انه مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم ويجذب عمل الزيتونه والحقول لا تصنع طعاما وينقطع الغنم من الحظيره ولا بقر في المزاود، يعني الدنيا بايظه من كله، لا في ثمر ولا في حقل ولا في زراعه ولا في رعايه، المواشي والغنم كله الدنيا فقر وخراب على كل المستويات. فاني مع كل ده بالرغم من كل ده فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، السيد الرب قوتي يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. بتقول حسيت ربنا بيقول لي 3 حاجات. بيقول لي إنه زي ما أنت شايفة الدنيا سودة على كل المستويات كده أنا حاسس بيكي، يعني الجزء الأولاني بتاع إنه مفيش حمل في الكروم ومفيش يجذب عمل الزيتونة والتين مش بيزهر ومش بيطلع ثمر والمزاود فاضية مفيهاش حاجة والحظيرة، زي ما أنت شايفة الدنيا كده أنا مقدر، أنا حاسس، أنا قريب، أنا أبوك اللي معاك اللي في صفك اللي شاعر بيك اللي شاعر بمعاناتك اللي حاسس بمخاوفك اللي قريب منك اللي ماسك في إيدك، أنا مش بعيد، أنا مش منفصل عنك. تاني حاجة حسيتها بتقول إنه بالرغم بقى من كل ده الله بيقولي انا حاسس ومقدر قوي بس مش عايزك تتسجن فيه، لكني افرح وابتهج بالله اله خلاصي، ليك خلاص، ليك خلاص فيا، مش في الظروف، مش لما المشاكل تتحل، مش لما الاولاد ينجحوا، مش لما مشكله جوزي تبقى كويسه، مش لما علاقه جوزي والعيال تبقى حلوه، لا 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 خالص، انا ليا خلاص بالله اله خلاصي. ابتدت تردد الايات دي، ابتدت تصلي بيها، ابتدت تقولها، ابتدت كل ما تلاقي الدنيا بايظه في حته من الحتت تقول انه بالرغم من المشاكل اللي في البيت انا هفرح بالله اله خلاصي، بالرغم من الخناقات اللي في البيت انا هفرح وابتهج بالله اله خلاصي، بالرغم من الفلوس القليله انا هفرح وابتهج بالله اله خلاصي. بتقول لقيت من غير ما اخد بالي حصل معايا الحاجه الثالثه،
السيد الرب قوتي يجعل أقدامك الأيائل. ابتدت تحس انه في قوة نفسية ابتدت تبقى موجودة فيها، ابتدت انه هي تبقى بتتقوى وبتدي قوة لأهل بيتها. الوضع اتغير خالص. أمين. لما لبست خوذة الخلاص إله خلصها. أمين. اختبار مشجع جدا جدا. أنا كان فارق معايا لأنك حكيته لي قبل الهواء، فكان فارق معايا نقوله. نشكرك جدا جدا يا مارينا على وجودك معانا، وأكيد هنتقابل في حلقات جاية كتير. ميرسي يا ماريس. مفتاح جديد عرفناه النهارده يساعدنا ان احنا نطلع بره الدوائر الافكار المتعبه اللي مش بتخلص، هي اني محتاج افرغ الشحنه العاطفيه اللي بتزقني على التفكير واحيانا القرارات الغلط. محتاجه اروح لله عشان يساعدني احل مسببات التعب الحقيقيه، لاني عمري ما هعرف اعمل ده لوحدي. انا محتاج اب اله قدير، رئيس للسلام يرشدني في الطريق زي ما اتكلمنا النهارده. ولو في افكار بتلح عليا او بتترمي عليا فجاه من غير اي مقدمات او بعد ما تعدي بتسيب اثر متعب قوي على حياتي، محتاجه اقاومها وما استسلمش ليها، لان الشيطان بيرميها عليا عشان يتعبني. ربنا معاكم.